مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من منطقة تدارت أنزا نواحي مدينة أكادير، وفي مأساة إنسانية أخرى ربما كتضح لكم قمة المأساة التي تعيشها هذه الأسرة داخل هذا البيت القصديري، هذا الغرفة الضيقة كما كتشوفوا معنا إخواني الكرام من خلال يعني هذا البث المباشر، من خلال هذه المشاهد اللي كتشوفوا أمامنا. هذه أم لثلاث أطفال وتعيش مأساة حقيقية بعدما تخلى عنها زوجها في ظروف صعبة جدا. واليوم قصدت قناة الشعب اللي هي قناة شوف تي في باش أنها تحكي لكم المعاناة ديالها وتحكي لكم بطبيعة الحال المأساة اللي كتعيش في ظل هذه الظروف. أنتم ما كتشوفوا فين كتعيش، يعني غرفة في أحد الأسطح هنا منطقة تدارت، وكتمنى أنها تعاونوا معها بطبيعة الحال من خلال الرقم الهاتفي اللي حطيته لكم يعني في الكومنتير. غادي نعطيوها الكلمة أنها تحكي لنا القصة ديالها. لا لا قربي الميكرو. السلام عليكم، الاسم ديالك؟ أنا سميتي منى هضرال، أنا أم أحمد، عندي واحد الوليد فيه توحد، كنعيشو انا وثلاثه ديال الدراري في هذا البيت هذا. انا ما عنديش مشكل انا والبنات، عندي المشكل في الولد اللي فيه توحد، ما تيلقاش فين كيتحرك. الزوج ديالك؟ الزوج ديالي تخلى علينا هادي من كيفاش، علاش تخلى عليك الزوج ديالك؟ والو، كان رمضان كان ضربني. قلت لك كان رمضان صافي، وكان ضربني وداك الشيء، هو جات ليه البوليس داوه. من بعد درت ليه التنازل، ملي درت ليه التنازل كان مشى في حالاته، مشى للصحراء، جلس فيها 6 شهور. من بعد بقيت كنتصل بيه ما بقى كيصيفط ليا ما والو. خرجت خدمت في الحمام، كنت خدامه في الحمام صافي. هي ديك جلست هنايا واحد المده، من بعد مشيت سافرت باش قلت زعما غنمشي حدا دارنا، تما كنربط غادي ربما نلقى العلاج لولدي. وفعلا بقيت كنقلب داك الشيء حتى جا هذا المرض صافي، كل شيء سد. مشيت لمحمد السادس المعاقين، عطاوني واحد البراه، هي باقا عندي هنا، ما عمري ما درتها ليه. ما قبلش، قال لك هذا الولد هذا كيشوه بيا، هادشي اللي تيقول هو ما كاين من دوك الناس اللي ما تيقبلوش الاعاقه، ما تيقبلش الدري انه يكون مريض. وانا خدمت، ولكن اليوم انا تغلبت مع ديال ثلاثه ديال الدراري، ومع هذا الولد هذا ما كنقدرش نخليه من مورايا، كنخليه تيغوت وتنخرج نخدم. دابا انا حاليا ما بقيتش كنخدم، انا غير جالسه، اي حاجه خصاتني خصني نخرج نقلب عليها، من هاد الدواء ديال ولدي وليكوش ديالو، حلت غير في الدواء وليكوش، وحلت فيهم بزاف. ولدي ما كيلقاش حتى فين يتحرك، عرفت انتم صحاب التوحد كيفاش دايرين. انا بغيتو يمشي غير لشي جمعيه يقرا، يمشي يقرا ويتكلفوا به، حيت انا تغلبت مع ثلاثه ديال الدراري تغلبت. انا خرجت البنت من الثامنه، خرجتها في 2019 كتقرا مزيان ما بيها حتى شي حاجه، خرجتها هي كتجلس تقابل خوها، وانا كنخرج نخدم. هي اليوم تغلبات ما بقاش كتشد ليا الدري، حيت الدري ولا عنيف بزاف، وكيضل النهار كامل، نهار كامل قليل فين كيكون ساكت، نهار كامل هو كي في واحد الحاله، راه حيت هو قصير ما بغاوش يصوروه، راه الناس بزاف الناس كيشوفوه معايا في الزنقه، ملي كيتلاح في الزنقه بزاف الناس كيشوفوه معايا في اكادير. ملي كنخرج انا وياه نجيبو ليه الدواء، نقلب ليه على الدواء ديالو ونقلب. غير هكاك باش حسيتي؟ تحسيت براسي بوحدي، وتغلبت مع ثلاثه ديال الدراري. كافحت في الاول، كافحت زعما خدمت، كنت هازه راسي في واحد الوقت، ولكن ملي جا هذا المرض وداك الشيء ما بقاتش شي خدمه، حتى الناس اللي كيعيطوا لك تخدم عندهم في الدار ولاو تيخافوا من المرض. دابا يلاه شويه شويه، ولكن الولد الحاله ديالو ولات قاصحه بزاف فوق القياس، راه بزاف الناس يشوفوه، غير هنا في الدريبه الناس يعرفوه. انا الا خرجت معايا غير في الصباح كنخرجو باش يبدل شوية داك الشيء، كيتمشى غير شويه وتيتلاح في الارض، كيتمشى غير شويه وكيتلاح في الارض. واحد النهار وقف عليا واحد الدكتور قال لي هاد الولد راه ما بقاش فيه غير التوحد، راه ولا عنده صراع، ودابا حتى العين ديالو اليمنيه ولات كتهرب كتطلع لفوق. انا ما ديتوش عند الطبيب لحد الان، هذيك العين خليتها ليه بحال هكاك، هاد العين يلاه بانت دابا، ماشي بزاف باش بانت. ودابا عنده قرعه ديال الدواء اللي عنده، والقرعه الاخرى اللي غاليه شويه ما شريتهاش ليه، ما نعاودش ليك الحاله ديالو كيفاش دايره، حالته قاصحه بزاف. وانا رانا تغلبت مع ثلاثه ديال الدراري وبوحدي، وما خدامش دابا حاليا، ما بقيتش كنقرا نخرج نخدم. انا كنطلب لهاد الولد شي جمعيه تكلف بيه هادشي اللي كاين، باش حتى انا نقدر نخرج نخدم على ولا على دوك البنات اللي ضاعوا من المدرسه وضاعوا من كل شيء. البنت الكبيره كتبكي لحد الان، كتبكي عليا كتقول لي ماما خرجتيني من المدرسه وخليتيني نشد خويا،
قلت لها راه حنا ما عندناش اشنو غادي نديرو. هي كانت في العام الاول والعام الثاني كانت كتشدو، دابا حاليا هذا العام ما كتقدرش تسيطر عليه. انا حنا ثلاثه كندورو بيه، راه الحاله ديالو قاصحه، راه الناس بزاف الناس كيعرفوه في اكادير هذا الاول، الحاله ديالو صعيبه بزاف، انا ما شفتهاش وما شفتهاش في صحاب التوحد. كيضرب راسو مع الحيط، راسو مبرقع من هنايا، كيضرب راسو بيديه بجوج، كيبقى يضرب 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 يضرب، كيخصني نكتفو. كنضطروا بعض المرات حنا كنكتفو، ولا بعض المرات كنخليوه حتى الا كانت عنده الرانديفو ديال الطبيب بحال هكا كتيدير. انا قلت للطبيب راه ولدي واخا تيشرب الدواء بحال هكا تيكون، ما كتغير فيه حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما تتغير فيه. قال لي بقى يزيديه لادوس، زادوا لادوس، هذه اخر مره زادوا لادوس، ولكن والو، بحال كنخوي الماء في الرمله. ولدي واخا تيشرب الدواء هو كما هو، علاش؟ واش حيت محبوس هنا ولا ما عنديش امكانيات اخرى باش غندير هادشي اللي كديت عليه؟ انا اللي بغى يتعاون معايا على هاد الولد هذا، بقيت لي غير الدواء ديالو وداكشي اللي كيخصو، حيت انا ما مامنه ليه حتى شي حاجه. يلا بزز باش كنامن ليه الماكله ديالو، وتنخرج كنهز ديك الورقه ديال الدواء، كنقصد شي حد كيشريها لي، كل مره تيشريها لي. الرقم ديالي هو 06 10 11 05 69، 06 10 11 05 69. صافي، شكرا. انتم اخواني الكرام، يعني هذه هي المأساة ديال هذه الأسرة المكونة من ثلاثة أطفال وأم اللي كتعاني معاناة شديدة، رفقة الابن ديالها اللي كيعاني من التوحد المزمن بطبيعة الحال. كما كتشوفوا يعني هذه الأسرة على قد الحال. كنتمنى أنكم تبارطاجيو هذا اللايف على أوسع نطاق باش توصل المعاناة ديالها وتوصل أيضا لكل القلوب الرحيمة. إلى هنا إخواني نأتي على نهاية هذا البث المباشر، على أمل اللقاء بكم في بث آخر وموضوع آخر. إلى الملتقى.